السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رحب فيكم في محاضرة جديدة من محاضرات برنامج إضاءات قانونية. محاضراتنا اليوم راح تكون بعنوان تجربة السجون المفتوحة في مملكة البحرين، اللي راح يقدمها الأستاذ راشد علي المطوع، رئيس قسم الرأي القانوني بالإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة. فليتفضل. مشكور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير. رحب فيكم بمحاضرتنا اليوم. نشكر الأستاذ صالح على حسن التقديم، وتقدم بالشكر إلى هيئة التشريع والرأي القانوني على إتاحة لي الفرصة بالمشاركة في سلسلة المحاضرات الإلكترونية إضاءات قانونية. محاضرتنا اليوم بعنوان تجربة السجون المفتوحة في مملكة البحرين. في البداية حاب أبين علاقة السجون المفتوحة بالعقوبات البديلة، حيث أن السجون المفتوحة هي برنامج من برامج التأهيل والتدريب التي تعد عقوبة من العقوبات البديلة الواردة في القانون رقم 18 لسنة 2017 بشأن العقوبات والتدابير البديلة. كانت العقوبات في السابق محصورة أمام القاضي الجنائي مرتكب قاضي الجنائي بعقوبات سالبة للحرية فقط، تهدف إلى إيلام الجاني مرتكب الجريمة على ما اقترفه من ذنب تأديباً لسلوكه، حيث يقضي المحكوم عليه عقوبته في مراكز الإصلاح والتأهيل بعيداً عن المجتمع، إلى أن جاء إصدار قانون رقم 18 لسنة 2017 بشأن العقوبات والتدابير البديلة، حيث أتاح أمام القاضي الجنائي مساحة أكبر للحكم بالعقوبة المناسبة للمتهم بناء على الظروف العامة والخاصة للمحكوم عليه، ومراعاة كذلك للجانب النفسي والاجتماعي، حيث تهدف العقوبات البديلة في المقام الأول إلى إصلاح المحكوم عليه وتقويم سلوكه وإعادة إدماجه في المجتمع. ومن منطلق الحرص على تطوير النظام العقابي في مملكة البحرين والوصول إلى الغاية المثلى في إصلاح المحكوم عليهم وصان كرامتهم الإنسانية، اتجه المشرع البحريني إلى الانفراد بإصدار قانون العقوبات والتدابير البديلة منفصل عن قانون العقوبات في المنطقة وعن الدول التي سبقتنا بتطبيق العقوبات والتدابير البديلة، حيث يهدف القانون إلى اتباع الأساليب الحديثة في إصلاح المحكومين، وذلك بطرق متطورة متمثلة بالعقوبات والتدابير البديلة لتكوين فكرة حديثة عن الأنظمة العقابية التي تحاكي تطور الجريمة وتكون بمثابة دعم وإصلاح للمحكومين عليهم ممن هم في حاجة إلى المساعدة التأهيل والاستقرار في المجتمع بشكل كبير، بالإضافة إلى جعلهم ذو بصمة إيجابية ويضيفوا إلى أنفسهم ومجتمعهم كذلك، بدلاً من أن يكونوا منعزلين في مراكز الإصلاح والتأهيل. وكذلك تحرص القيادة الرشيدة على ضمان عدم تفكك الأسر، كانوا المحكوم عليهم يعتبرونهم الداعمين الأساسيين للأسر، والأهم من ذلك عدم عودة المستفيدين للجريمة وتشجيعهم على الانخراط في المجتمع من جديد من خلال آليات متابعة حديثة ودقيقة كذلك تتبعها الجهة المنفذة للعقوبات البديلة متمثلة في الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة. من خلال مقدمتنا السابقة يتكون لدينا تعريف بقانون العقوبات البديلة، أي هو عبارة عن مجموعة من الأسس والقواعد التي تحل محل العقوبات الأصلية، أي العقوبات السالبة للحرية للمحكوم عليه، والتي تم إعدادها لتحقيق الجزاء التقويمي على مرتكب الجريمة بناء على حكم صادر من الجهة القضائية مع مراعاة للظروف العامة والخاصة للمحكوم عليه. وكذلك استخلصنا أهداف للعقوبات البديلة، منها إيجاد عقوبة بديلة أكثر ملائمة للمحكوم عليه وإعطائه فرصة لتحسين ذاته وإصلاحها كذلك بعد تأهيله وتدريبه بإعادة إدماجه في المجتمع تدريجيا، وبالتالي عدم حرمان المحكوم عليه من ممارسة حياته الطبيعية وخسارة وظيفته وإعالة أسرته كذلك،
والحد من الآثار السلبية المترتبة على حبسه، على أسرته وعلى نفسه كذلك. والهدف الأهم والأسمى هو حماية المحكوم عليه من تعلم سلوكيات إجرامية أكبر، بالذات عند مرتكبي الجرائم لأول مرة، وإعطاء دور كبير للأسرة والمجتمع في إصلاح سلوك المستفيدين من العقوبات البديلة. والآن ننتقل إلى نشأة وتطور العقوبات البديلة. كانت البداية في العام 2016 بنواة التشكيل والتعاون مع الجهات القضائية والتشريعية لوضع أسس للقانون. أما في العام 2017 تم إصدار القانون وإنشاء شعبة للعقوبات البديلة بإدارة تنفيذ الأحكام في وزارة الداخلية، حيث تم العمل على إصدار دليل شامل يوضح الإجراءات في هذا الصدد. أما في العام 2018 تم البدء باستبدال العقوبات الأصلية بعقوبات بديلة، وفي العام 2019 تم التوسع التعاون مع جهات العمل لتنفيذ العقوبات البديلة، وحصلت البحرين في هذا العام على إشادات في مجال تطبيق إشادات دولية في مجال تطبيق قانون العقوبات البديلة. وفي العام 2020 حصلت برامج التدريب والتأهيل المقدمة من وزارة الداخلية على مراكز عالمية مثل جائزة ستيفي. وفي ذات العام تم التحول الإلكتروني في تطبيق عقوبة التأهيل والتدريب في ظل جائحة كورونا. أما في العام 2021 فقد صدر المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 2021 بتعديل المادة 13 من قانون العقوبات والتدابير البديلة، وذلك بإلغاء شرط نصف المدة لاستبدال العقوبة. وفي العام 2022 صدر المرسوم رقم 1 لسنة 2022 بتعديل أحكام المرسوم رقم 69 لسنة 2004 بإعادة تنظيم وزارة الداخلية بإنشاء إدارة معنية بالعقوبات البديلة ضمن هيكل الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة. وفي ذات العام كذلك تم إصدار القرار رقم 10 لسنة 2022 بتعديل الجدول المرافق للقرار رقم 36 لسنة 2018، وذلك بإدراج برنامج السجون المفتوحة من برامج التأهيل والتدريب، وبذلك بدأت حقبة جديدة وهي المرحلة الأولى من برنامج السجون المفتوحة. سنسرد بشكل تفصيلي العقوبات البديلة، حيث كما هو مبين أمامكم أنواع العقوبات البديلة: العمل في خدمة المجتمع، والإقامة الجبرية في مكان محدد، والتعهد بعدم التعرض أو الاتصال بأشخاص أو جهات معينة، حظر ارتياد مكان أو أماكن محددة، الخضوع للمراقبة الإلكترونية، حضور برامج التأهيل والتدريب، وأخيراً إصلاح الضرر الناشئ عن الجريمة. أولاً العمل في خدمة المجتمع يكون بتكليف المحكوم عليه وبموافقته العمل لصالح إحدى الجهات دون مقابل، ويراعى في العمل توافقه مع مهنة المحكوم عليه إن أمكن، ولا تزيد على مدة سنة ولا تتجاوز 8 ساعات يومياً. والأهم من ذلك ألا تتعارض مع فترات الدراسة في المؤسسات التعليمية إن وجدت، ودراسة مهارات وإمكانيات ومؤهلات المحكوم عليه، وبالتالي اختيار مكان العمل الأنسب له. وكذلك يراعى قرب مكان العمل من مكان إقامته وتناسب نوع العمل مع عمر المحكوم عليه. ثانيا الإقامة الجبرية في مكان محدد، فيكون بإلزام المستفيد بعدم مغادرة محل إقامته المحددة أو نطاق مكاني معين، ويتم تحديد وسيلة المراقبة والمتابعة من قبل إدارة العقوبات البديلة مع بيان الشروط الواجب اتباعها، حيث لا يجوز للمستفيد مغادرة محل إقامته الجبرية أو نطاقه المكاني إلا لفترات محدودة وبإذن من إدارة العقوبات البديلة. ثالثاً التعهد بعدم التعرض أو الاتصال بأشخاص أو جهات معينة، وذلك بإلزام المستفيد بعدم التعرض مادياً أو معنوياً أو غيرها من أشكال التعرض بأشخاص أو جهات ذو صلة
الجريمة وتحديد وسيلة المتابعة والمراقبة من قبل إدارة العقوبات كذلك، حيث التزم المستفيد بها مع بيان الشروط الواجب اتباعها. رابعاً، حظر ارتياد مكان أو أماكن محددة، حيث يلتزم المستفيد بحظر ارتياد مكان جغرافي معين ذو صلب الجريمة، ويتم تحديد وسيلة المراقبة والمتابعة من قبل إدارة العقوبات البديلة، ويلتزم المستفيد بها مع بيان الشروط الواجب اتباعها، حيث لا يجوز دخول الأماكن المحظورة من قبل المستفيد إلا بإذن من إدارة العقوبات البديلة. خامساً، الخضوع للمراقبة الإلكترونية، حيث يتم مراقبة حركات المستفيد إلكترونياً بواحد أو أكثر من وسائل المراقبة المتاحة في وزارة الداخلية، حيث يتم تحديد وسيلة المراقبة والمتابعة من قبل إدارة العقوبات البديلة، ويلتزم بها المستفيد مع بيان الشروط الواجب اتباعها. ومن أمثلة المراقبة الإلكترونية الأساور الإلكترونية وإرسال المواقع المباشرة. سادساً، حضور برامج التأهيل والتدريب، حيث يخضع المستفيد لواحد أو أكثر من برامج التأهيل في مختلف المجالات لتقويم سلوكه، ويتم التزام المستفيد من خلال التقارير الدورية من قبل المشرفين على هذا البرنامج والتحقق منها. ومن أمثلة برامج حضور برامج التأهيل والتدريب برنامج سامع لأعمال المنفعة العامة، وبرنامج تمام لتأهيل المحكومين وإعادة إدماجهم في المجتمع. سابعاً، إصلاح الضرر الناشئ من الجريمة، حيث يلتزم المستفيد برد الشيء إلى أصله أو جبره أو التعويض عنه بالمدة المحددة في قرار القاضي، ويتم متابعة إلزام المستفيد بإصلاح الضرر، وعند الانتهاء يتم توقيعه على استمارة التنفيذ وإرسالها إلى الجهات المختصة في وزارة الداخلية. ننتقل الآن إلى برنامج السجون المفتوحة. كانت بداية انطلاق البرنامج بأوامر سيدي صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم، خلال الكلمة السامية من لدن جلالته بافتتاح دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الخامس لمجلسي الشورى والنواب بتاريخ 10 أكتوبر 2022، حيث وجه جلالته بوضع الآليات التنفيذية لبرنامج السجون المفتوحة. وبعد توجيه سيدي صاحب السمو الملك الأمير سلمان بن حمد آل خليفة رئيس مجلس الوزراء في يناير من العام 2022 بتكليف سموه وزارة الداخلية بتنفيذ البرنامج في الأشهر المقبلة من هذا العام، تمت الانطلاقة في أغسطس من العام 2022 بالمرحلة الأولى من برنامج السجون المفتوح. وعلى أثر ذلك تم اعتماد أفضل المعايير العالمية لتأهيل المحكومين وتقديم البرامج الإصلاحية لإعادة إدماجهم في المجتمع، للتطلع بتفاؤل للمستقبل، حيث عهدت إدارة العقوبات البديلة بالعمل على تطبيقات متطورة، وذلك بتوفير البرامج المناسبة لاحتياجات المستفيدين من برنامج السجون المفتوحة للوصول إلى التأهيل والتدريب الأمثل، ويتم تعزيز ذلك بمعايير وتطبيقات وبرامج حديثة تتناسب مع المستجدات والاحتياجات في المجتمع، بالإضافة إلى ذلك بتعزيز التعاون البناء مع مؤسسات الدولة الأخرى للمساهمة في تقديم البرامج التدريبية وكذلك المشاركة في تأهيل المستفيدين. يعد برنامج السجون المفتوحة هو الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، حيث جاء إطلاق البرنامج بعد التوجيهات السامية من لدن سيدي صاحب الجلالة. ويعتبر برنامج السجون المفتوحة من برامج التأهيل والتدريب التي تعد عقوبة بديلة من العقوبات الواردة في القانون رقم 18 لسنة 2017 بشأن العقوبات والتدابير البديلة، حيث يتكون البرنامج من عدة مراحل تعتمد على تأهيل المستفيدين وإعادة إدماجهم تدريجياً في المجتمع من الجانب النفسي والاجتماعي، لتكون السجون المفتوحة هي نافذة أمل وإشراقة
المستقبل لهم. في بداية البرنامج أو قبل البدء بالبرنامج، تم إصدار القرار رقم 10 لسنة 2022 بتعديل جدول برامج التأهيل والتدريب المرافق للقرار رقم 36 لسنة 2018 بشأن تحديد برامج التأهيل والتدريب المحكوم عليهم بعقوبات بديلة وإجراءات تنفيذها، وذلك بإضافة برنامج السجون المفتوحة من ضمن برامج التأهيل والتدريب، وتحديد الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة بأنها الجهة المشرفة على تنفيذ البرنامج. كما هو مبين أمامكم المراحل الثلاث لبرنامج السجون المفتوحة، حيث يسبق المرحلة الأولى مرحلة الترشيح، حيث يستهدف البرنامج أصحاب المدد الطويلة في مراكز الإصلاح والتأهيل، متوسطي وشديدي الخطورة، الملتزمين بالأنظمة واللوائح داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، ومتوفرة لديهم الشروط والمعايير القانونية الواردة في المادة 13 من قانون العقوبات والتدابير البديلة، والأهم من ذلك أن تكون لهم الرغبة للالتحاق بالبرنامج. عند اختيار المرشحين يتم إجراء معهم مقابلات أولية لقياس مدى خطورتهم، وكذلك لمعرفة رغبتهم بالبرنامج، وكذلك قياس حالتهم النفسية والاجتماعية. وبعد الانتهاء واختيار الأسماء المرشحة يتم رفعها إلى قاضي تنفيذ العقاب لأخذ الموافقة المبدئية ببدء المرحلة الأولى من البرنامج. في بداية المرحلة الأولى وهي مرحلة التقييم، يتم نقل المستفيدين إلى مبنى مخصص لبرنامج السجون المفتوحة في مبنى الإصلاح والتأهيل، حيث يتم إعطاء المستفيدين من البرنامج مساحة أكبر للتنقل في المبنى، واتصالات هاتفية مفتوحة، وإجراء المكالمات المرئية، وزيادة الزيارات العائلية، حيث يتم تقديم المحاضرات والأنشطة التي تساهم في تطوير كافة الجوانب من خلال تعزيز الثقة بالنفس وتنمية الذات، وكذلك السماح لهم بالدخول إلى المكتبة المتوفرة فيها الكتب المتنوعة التي تعزز كذلك الثقة بالنفس وتعزيز تنمية الذات، وكذلك يسمح لهم بتبادل الخبرات بينهم، الخبرات العملية وكذلك الحرفية. وبعد في نهاية المرحلة الأولى يتم عمل مقابلات تشخيصية لقياس نسبة الخطورة وقلت نسبة الخطورة في نهاية المرحلة الأولى، وبعدها يتم عمل اختبارات تحريرية وكذلك اختبارات تقديمية، وفي نهاية المرحلة يتم تقييمهم إن كانوا مجتازين للبرنامج أم لم يجتازوا البرنامج، فترفع استمارة بأسماء المرشحين المجتازين للمرحلة الأولى إلى قاضي تنفيذ العقاب، تمهيداً لاستبدال عقوباتهم الأصلية السالبة للحرية بعقوبات بديلة، تمهيداً لانتقالهم إلى المرحلة الثانية من البرنامج وهي مرحلة التأهيل، حيث تعتبر مرحلة التأهيل بالانتقال إلى الإقامة في مبنى عصري مواكب للتطور، ويساعد في تطور المستفيدين من خلال الجانب النفسي والاجتماعي لحضور البرامج التأهيلية والتدريبية، حيث يقدم لهم في المبنى الرعاية الاجتماعية والصحية والنفسية كذلك، ويقدم لهم العديد من الأنشطة الترفيهية وكذلك الأنشطة التي تساعد في تعزيز المهارات لديهم وتقوية الروابط معهم، وتهدف المرحلة الثانية لتعزيز وتنمية سيرهم الذاتية تمهيداً لاندماجهم في سوق العمل، حيث يعطوا المستفيدين في المرحلة الثانية بعض من الامتيازات، منها الخروج من المبنى للذهاب إلى العائلة، وذلك وفقاً لما ترتئيه الإدارة خلال المرحلة الثانية من التزام المستفيدين
خلال البرامج المقدمة لهم وخلال التزامهم بحضور البرامج التدريبية كذلك. وبعد الانتهاء من المرحلة الثانية يتم الانتقال إلى المرحلة الثالثة وهي مرحلة الإدماج في المجتمع، حيث يعيش المستفيدين حياتهم طبيعية وسط العائلة والأصدقاء ويستكملون باقي العقوبات البديلة الأخرى. ويتم خلال المرحلة الثانية متابعتهم متابعة لاحقة للتأكد من اندماجهم في المجتمع بشكل سليم. قامت الإدارة بعد الاطلاع على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والبروتوكولات والمواثيق التابعة له، وكذلك الاطلاع على القوانين ذات الصلة، وبعد قيام الإدارة بالزيارات إلى الدول التي سبقتنا في تطبيق برنامج السجون المفتوحة أو تطبيق السجون المفتوحة كالولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة، أرست الإدارة حقوق للمستفيدين من برنامج السجون المفتوحة، منها حق الرعاية الصحية وحق ممارسة الشعائر الدينية وحق الغذاء والطعام وحق السكن الملائم، حق التدريب والرفاهية والحق في المعاملة الإنسانية، وكذلك الحق في البيئة الآمنة داخل المبنى. يقدم للمستفيدين برنامج السجون المفتوحة برنامج تدريبي بالتعاون مع عدد من المؤسسات. فمن أمثلة البرامج التدريبية التي تقدم للمستفيدين من برنامج السجون المفتوحة برنامج أمان المقدم من ضباط الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة، حيث يقدم لهم الخدمات الإلكترونية وتطورها وحسن التلاوة والتجويد وجلسات الحوار الجماعي المدعمة بخصائص تتناسب مع احتياجات المستفيدين. ثانياً، مؤسسة إنجاز البحرين وهي مؤسسة رائدة في هذا المجال، من أمثلة البرامج التي تقدمها قراراتي المالية وكيف أبدأ والشركة، ومركز ناصر للتأهيل والتدريب المهني، ويقدمون اللغة الإنجليزية ومهارات الحاسوب والسلامة المهنية. ورابعاً، جمعية التعافي من المخدرات وهي من ضمن برامج التأهيل والتدريب، حيث يقدم لهم كيف عاملهم النبي صلى الله عليه وسلم وخطوات والعلاج المعرفي السلوكي. وتوجد ورش تدريبية تعزز الحرف الموجودة لدى المستفيدين، منها ورش النجارة وورش الميكانيكا وورشة الطهي وورشة الفنون التشكيلية وورشة الحلاقة وأخيرا ورشة التصميم الجرافيكي. الإدماج النفسي والاجتماعي. تهتم إدارة العقوبات البديلة بالاستقرار النفسي والاجتماعي للمستفيدين من برنامج السجون المفتوحة، حيث يختص فرع الإدماج النفسي والاجتماعي بمتابعة تطورات المستفيدين النفسية والاجتماعية، وذلك من قبل البدء في البرنامج وحتى الانتهاء منه، إذ يتم إعداد التقارير الخاصة المستندة على اختبارات مستويات الخطورة وانخفاض الخطورة لدى المستفيدين خلال البرنامج. ويتم كذلك متابعة أوضاع المستفيدين بشكل دوري من خلال المقابلات الشخصية والجلسات الحوارية المدعمة بخصائص تتناسب مع حاجات المستفيدين، بالإضافة إلى ذلك المتابعة العائلية والبيئية لضمان استقرار تام للمستفيدين وتأمين بيئة نفسية واجتماعية داعمة للإدماج السليم في المجتمع. وكذلك يتم دراسة الوضع النفسي والاجتماعي والثقافي والإجرامي للشخص وأسرته قبل الجريمة وأثناء تنفيذ العقوبة السالبة للحرية والعقوبة البديلة، بالإضافة إلى الفترات اللاحقة لتنفيذ العقوبة البديلة، لمعرفة جوانب النقص والقصور للارتقاء بمستويات الإصلاح والتأهيل التي تسعى العقوبة البديلة لتحقيقه من خلال الاختبارات الذاتية والمقابلات الشخصية. يتم التواصل كذلك مع عائلات المستفيدين ودراسة أوضاعهم الاجتماعية ووضع الحلول والخطط التي تساهم في اندماج المستفيد مع عائلته بشكل صحيح وسليم.
ويتم إجراء المقابلات الشخصية ودراسة الحالات من الناحية النفسية والاجتماعية والأمنية للمستفيدين كذلك. وفي الأخير مساعدة المستفيد في وضع خطط مستقبلية في الجوانب الشخصية، حيث تهدف الإدارة إلى إدماجه في سوق العمل والحصول على وظيفته المناسبة لعيش الحياة الكريمة التي من شأنها المساهمة في الوصول إلى الاستقرار ومتابعة تنفيذ المستفيد لتلك الأهداف واتخاذ الخطوات الأولى بشأنها. وهذا رسم بياني يقيس متوسط نسبة الخطورة الإجمالية في المقابلات السابقة في بداية المرحلة الأولى ومتوسط نسبة الخطورة الإجمالية في المقابلات اللاحقة، حيث لاحظنا انخفاض بنسبة 23.57% في الخطورة الإجمالية. وفي الجانب الآخر نرى اختبار لمستوى الخطورة في البوادر الإجرامية والسلوك الاجتماعي والشخصي وتعاطي المخدرات وتأثيرها على السلوك، حيث كانت مرتفعة في بداية المرحلة ولاحظنا انخفاضها في نهاية المرحلة. وهذا رسم لأعداد المستفيدين من العقوبات البديلة من خلال الأعوام الماثلة أمامكم من العام 2018، حيث كان عدد المستفيدين 261 مستفيد، وفي العام 2019 أصبحوا 1713 مستفيد، وفي 2020 2821 مستفيد. أما في العام 2021 فقد ارتفع العدد إلى 3741 مستفيد، وفي العام 2022 4413 مستفيد، وفي العام 2023 إلى آخر إحصائية تم نشرها من قبل وزارة الداخلية 5475 مستفيد. أما إلى يومنا الحالي فقد زاد العدد على هذا العدد المنشور. وهذه نسبة مئوية لنسبة العودة لارتكاب نفس الجريمة بعد الاستفادة من العقوبات البديلة. نرى النسبة المئوية هي 2.2 من العدد الكلي. وفي نهاية محاضرتنا اليوم نود أن نؤكد بأن الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة ماضية في تطبيق أحكام قانون العقوبات والتدابير البديلة وتنفيذ برنامج السجون المفتوحة ومواكبة للتطورات الحديثة في هذا المجال. أدام الله على مملكتنا الغالية نعمة الأمن والأمان، شاكرين لكم حسن استماعكم. شكرا جزيلا للأستاذ راشد على هذه المحاضرة القيمة، وردنا عدد من الاستفسارات، منها ما هي مراحل سير العقوبة البديلة؟ طبعا مراحل سير العقوبة البديلة، في البداية يتم استلام الطلبات والترقيق الأمني عليها، وبعدها تعرض على لجنة مختصة من نظر الطلبات ودراستها كذلك، وترفع كشوفات الاستحقاق إلى قاضي تنفيذ العقاب لصدور قرارات استبدال العقوبات الأصلية بعقوبات بديلة، وبعدها البدء في تنفيذ العقوبات البديلة، حيث يتم متابعة تنفيذ المستفيدين للعقوبات البديلة، وفي نهاية المراحل يتم متابعتهم المتابعة اللاحقة بعد تنفيذ العقوبات البديلة. السؤال الثاني، كيف تتم المتابعة اللاحقة للمستفيدين من العقوبة البديلة؟ طبعا تتم المتابعة اللاحقة للمستفيدين من العقوبة البديلة بدراسة سلوك المستفيد من استفادته أو عدم استفادته من العقوبة البديلة ومدى تأثيرها عليه وعلى سلوكه العام، والتأكد من عدم تورطه في نفس الجرائم أو جرائم أخرى مستقبلية، بالإضافة إلى ذلك مساعدته في استكمال تعليمه في المؤسسات التعليمية إن أمكن ذلك، والمساهمة في الحصول على الوظائف المنشودة والاستمرار فيها،
وفي النهاية التقييم اللاحق لنسبة اندماجه في المجتمع من عدمه. نعم. نختم بسؤال أخير أستاذ، هل هناك توجه لاستفادة النزيلات من برنامج السجون المفتوحة؟ للعلم برنامج السجون المفتوحة لا يستهدف العنصر الرجالي فقط، بل يستهدف أي شخص تتوافر لديه المعايير والشروط القانونية الواردة في المادة 13 من قانون العقوبات والتدابير البديلة، سواء كان نزيل أو نزيلة. وقد قامت الإدارة بأخذ الأخذ بعين الاعتبار في حال توافرت نزيلات بتخصيص أماكن ومرافق تتناسب مع احتياجاتهم في ذلك. جزيل الشكر للأستاذ راشد علي المطوع، رئيس قسم الرأي القانوني بالإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبة العقوبات البديلة، على هذه المحاضرة القيمة، وعلى أمل أن نلقاكم في محاضرة جديدة، وتفضلوا بقبول تحيات فريق التدريب بهيئة التشريع والرأي القانوني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.